السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم سنة تالتة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم زهراء طاهر من الفرقة الرابعة. ان شاء الله هكون معاكم النهاردة في السكشن السابع من سكشن جينا بي تي، السكشن بعنوان الريلاكسيشن. هو سكشن بسيط وخفيف بإذن الله. في الأول خلينا قبل ما نبدأ الشرح مع بعض نقول الدعاء ده: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، اللهم آمين. وطبعا مش محتاجة أفكركم ان احنا ندعي لإخواتنا في غزة وسوريا والسودان وكل الدول العربية والإسلامية اللي فيها الحروب، ان ربنا يا رب ينصرهم ويثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم وينتقم من الكافرين والظالمين وكل من ولاهم، آمين يا رب العالمين. بسم الله. أول حاجة الريلاكسيشن. إيه هو الريلاكسيشن؟ أو أنا لو أنا قلت لك كده ريلاكسيشن، إيه اللي بيجي في دماغك؟ بيجي في دماغك الست اللي بتلعب يوجا كده، إن هي قاعدة ومريحة كل عضلات جسمها ومغمضة عينيها. تمام. طيب هنا كتعريف يعني الريلاكسيشن بيقول لك دي حالة إن الجسم ده بيبقى عبارة عن إيه، أو حالته إزاي، أو عامل ازاي فيها. يعني بيبقى فري فروم البوست مينتال اند فيزيكال تنشن. يعني ايه فري في البوست مينتال اند فيزيكال تنشن؟ يعني مش بيفكر في اي حاجه، مصفي ذهنه نهائي، مفيش اي حاجه شغله تفكيره، وخصوصا الافكار السلبيه. والفيزيكال تنشن يعني عضلاته كلها ريلاكسد، مش بيعمل اي مجهود عضلي، لا ده هو مريح عضلات جسمه كلها. تمام. بس عندنا ملحوظه مهمه، ان اصلا وزاوه المينتال ريلاكسيشن لو انت ما صفيتش ذهنك مش هتحصل على الايه، على الريل فيزيكال ريلاكسيشن. يعني ايه؟ يعني انت لو انت مخك مشغول وبتفكر في 600 حاجه، لو انت دخلت تنام قبل ما تصفي ذهنك من كل الحاجات دي هتصحى كانك ما نمتش، كانك اصلا ما ارتحتش ولا اي حاجه، هتصحى جسمك مكسر ولا كانك لسه صاحي من النوم. تمام. طيب ليه؟ علشان اساس الريلاكسيشن الصح ان انت تعمل مينتال ريلاكسيشن وفيزيكال ريلاكسيشن، يعني ان انا اصفي ذهني من اي افكار شغله دماغي وفي نفس الوقت اريح عضلات جسمي. طيب انا ريحت عضلات جسمي، تمام، عضلات جسمك وما ريحتش مخك، خلاص لا، هو مخك ستيل لسه موقف، مش راضي يقف عن التفكير، في عضلات جسمك ما ارتحتش بالشكل الايه، بالشكل الكافي اللي انت هترضى عنه بعد كده، او اللي انت تقول عليه الريلاكسيشن. طيب عشان يحصل الريلاكسيشن ان انت يكون المينتال والفيزيكال تنشن بتوعك فري، يتحقق الايه، المينتال ريلاكسيشن، وبالتالي هي هي ده هيزود اصلا الايه، هيزود الفيزيكال ريلاكسيشن. اوكي. بعد كده بيقول لك الفاليوز اوف ريلاكسيشن تريننج، يعني ايه اللي انا بستفاده او ايه اللي هيعود عليا لما اعمل الريلاكسيشن تريننج ده. الفاليوز اللي انا هقولها في الاول دي خاصه بالايه، بالبريجننت وومن، بالست الحامل. اول حاجه ان انا لما عملت ريلاكسيشن لكل عضلات جسمها، الفولنتري ماسلز بتاعتها، ده الريلاكسيشن عموما بعمله في الفيرست ستيج من الليبر. اوكي. طيب انا عملت ريلاكسيشن، انا دلوقتي طول ما هي عضلاتها اصلا تنشن فهي بتستهلك طاقه. طب انا لغيت التنشن ده فانا وفرت الطاقه، الطاقه دي انا هحتاجها وهي هتعمل بيرنج داون. البيرنج داون بيبقى في السكند ستيج. اوكي. يبقى انا لما عملت ريلاكسيشن لكل الفولنتري ماسلز انا دلوقتي عملت ايه، ده بيحصل في الفيرست ستيج، انا عملت ايه، سيف للانرجي. الانرجي دي انا اصلا محتاجاها بعد شويه في السكند ستيج بتاعت الليبر. طيب انا لما عملت ريلاكسيشن للفولنتري ماسلز بالتالي قللت الايه، قللت التنشن في الماسل. اوكي. طيب لما ايه، عشان شروط الريلاكسيشن ان انا بعمل ايه، مينتال ريلاكسيشن. طيب انا قللت دلوقتي الاستريس العصبي بتاعها والذهني، ان هي كانت مثلا قلقانه ان هي داخله مثلا اوضه العمليات او هتولد او الحاجات دي كلها. طيب انا لما عملت لها ريلاكسيشن صفيت ذهنها من كل الافكار دي كلها، فهي ما بقتش متوتره ولا قلقانه زي ما كانت جايه لي في الاول. لما عملت الحاجات دي وعملت الريلاكسيشن لقيت ان السيرفكس بتاعها حصل له دايليتيشن، يعني عنق الرحم بتاعها تمدد بشكل حلو كويس، ده سهل لي، هيسهل لي بعد كده اصلا عمليه الليبر. بعد كده لما انا قللت التنشن وقللت المينتال ستريس، انت اوريدي لو انت حاطط نفسك تحت ضغط عصبي وبدني وكل حاجه، هتلاقي جسمك وفي الم، فهو جسمك مش ايه، مش هيرتاح، مش الالم ده يعني هيبقى حاسس بيه قوي. انما لو ريحت جسمك شويه وعضلاتك ارتاحت ومخك هدي من الافكار بتاعته، ممكن الالم ما يختفيش تماما بس على الاقل هيقل. يعني الالم ده هلاقيه قل معايا، بدل ما هي مثلا قلت لها، سالتها قلت لها مثلا تديني تقييم الالم ده كم من 10 وقالت لي 9، لا دلوقتي بقى مثلا بعد لما عملت لها ريلاكسيشن بدا مثلا 3 او 4. دي حاجه كويسه جدا ان انا اقلل عليها الام الايه، الولاده. والام الولاده دي بتبقى صعبه جدا جدا يا جماعه، دي تاني اصعب الم بعد ان الانسان يتحرق حرق من الدرجه الثالثه. تمام. فربنا ان شاء الله يعني يجعل الام امهاتنا دي شفيعه لها، واحنا لو عملنا على قد ما نقدر ان احنا
نوفي امهاتنا حق طلقه واحده من طلق الولاده، والله العظيم ما هنكفيهم حقوقهم. فربنا يا رب يبارك في امهاتنا جميعا ان شاء الله. نرجع بقى للفاليوز بتاعتنا. انا لما قللت دلوقتي البين وقللت التنشن وعملت سيف للانرجي وقللت الايه المينتال ستريس، فبالتالي خلاص انا وعملت ده، انا عملت سيرفايكال دايليتيشن، انا عملت السيرفكس بتاع عملت له دايليتيشن، فخلاص فبالتالي انا حسنت اصلا عمليه الليبر. بعد كده هتدخل اوضه العمليات وتخرج لي مثلا بعد نص ساعه ولا حاجه، تكون العمليه سهله، الولاده مش هتبقى متعسره، لا ده هتبقى ولاده سلسه. تمام. بعد كده بقى بيقول لك ايه، بيقول لك ان اصلا في ناس قالوا ان هو بيستخدموا الريلاكسيشن تكنيكس دي علشان ايه، ان هم يتاقلموا او يتكيفوا مع الحياه بتاعتهم، اهو سيرف از ا كوبينج سكيل فور لايف، ان هي وسيله او مهاره ان هم ايه يتاقلموا ويتكيفوا مع حياتهم. انا بستخدم الريلاكسيشن بشكل سبيسيفيك في الايه، يعني هي سبيسيفيك في الايه في الليبر، بس انا ممكن استخدمه اصلا في حياتي اليوميه، في اي ستريسفول سيتويشن انا مش هعرف يعني اتعامل معاه وانا عصبي او انا يعني ايه وانا غضبان وانا متضايق كده، لا انا لازم اهدى علشان اعرف احل الموقف ده بايه يعني بحكمة وعقل. ماشي. طيب الجنرال فاليوز بقى في الريلاكسيشن دي، لو انا عملت ريلاكسيشن لاي حد هيحصل، سواء بقى كانت حامل او مش حامل، هيحصل له ايه؟ هيحصل له ان هو هيقلل لي الهارت ريت، وهيقلل لي البلاد بريشر، وهيقلل لي البريسنج ريت. طيب انت اصلا لو لاحظتها ان انت جاي من يعني كنت بتجري او حاجه ودخلت بيتك وقعدت، اول 5 دقايق يعني اول ما تدخل او اول ما تقعد كده هتحس ان انت اصلا ضربات قلبك عاليه جدا جدا، هتلاقي ان انت لو حسيت لو حد اسلك البلاد بريشر بتاعك هيلاقيه عالي جدا، هتلاقي نفسك بتنهج، انت بتبقى داخل بتبقى بتنهج جدا. انما بعد شويه بعد مثلا ربع ساعه او حاجه هتلاقي لا اللي هو ايه ضربات قلبك بقت طبيعيه او قلت عن ان انت عن الحاله اللي انت كنت جاي بيها. هتلاقي لو حد اسلك مثلا البلاد بريشر بتاعك بعد مثلا نص ساعه او حاجه، لا ده هيلاقيه بقى نورمال. لو انت هتلاحظها ان انت اصلا ما بقتش تتنفس بنفس السرعه او الريت اللي انت كنت بتتنفس بيه وانت داخل. ماشي. بعد كده بيقول لك ان هو بيحسن لك اصلا الهضم، وبيحسن لك او بيكنترول البلاد شوجر ليفلز. يعني ايه؟ يعني هو بيحافظ لك ان مستوى السكر في الدم بتاعك ما يزيدش. احنا اصلا نسمع ان ناس مريض السكر ربنا يا رب يعافينا، ان هو يقول لك ده جاله غيبوبه السكر، اتعصب او اتخانق مع حد وجاله غيبوبه السكر ودخل المستشفى، يبقى كده نتيجه ان هو حصل له تنشن او ان هو حصل له استرس. ما هو لما اتعصب ده ستريس منتال، واتعصب برضه عضلاته كلها تنشنت. اوكي. فبالتالي ايه، فبالتالي هو ما بقاش ريلاكسد، فبالتالي ان الشوجر بتاعه هي ايه الشوجر بتاع الجسم بتاعه هيقل. انما لما جم بقى يلاحظوها ان لو حد ريلاكسد دا يعني دايما وهو عنده دايابيتس، لا ده هو صعب ان هو يتعرض لكومه سكر زي الشخص اللي هو دايما نيرفس او تحت ستريس دايما. تمام. بعد كده هو بيقول لك ايه، بيقول لك ريديوسنج الستريس هرمونز. انا اوريدي لما عملت الريلاكسيشن ده انا قللت الستريس منتال او الستريس اصلا الفيزيكال ستريس، فبالتالي خلاص انا مش محتاجه الستريس هرمون دي، وكمان الستريس هرمونز دي اصلا بتزود لي البلاد بريشر، فانا لما قللتها اوكي بالتالي هيعود على البلاد بريشر بتاعي ان هو هيقل. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك انكريزنج البلاد فلو اللي رايح للمصل. طيب ازاي بيزود لي البلاد فلو اللي رايح للمصل وهو بيقلل لي الهارت ريت وبيقلل لي البلاد بريشر؟ اوكي. هو ممكن تكون نسبه الدم اللي هو كميه الدم اللي ماشيه او اللي راح للعضله هي هيها، يعني مثلا عضله كانت شغاله، انا كنت بجري وعضلاتي مثلا زي القاف مصل دي كان رايح لها لتر دم. تمام. لتر دم وهي بتجري وهي عماله تنقبض وتنبسط، ده بالنسبه لها كميه قليله. انما لما ارتحت وخلاص عملت لها ريلاكسد فرايح لها برده نفس اللتر الدم مقارنه بالحاله اللي قبل كده، فهو دلوقتي يعتبر ان هي رايح لها دم اكتر، فهو ده بيقول لك الايه بيزود البلاد فلو للايه للمصل. بعد كده بيقلل لك المصل تنشن. اوكي دي حاجه معروفه. بيحسن لك الفوكس والمود بتاعك. اوكي. لان انا عملت او طردت كل صفيت ذهني وخرجت كل الافكار السلبيه من دماغي، فبالتالي انا هبقى مزاجي رايق اصلا. لما انا قللت التنشن في المصلز بتاعتي، وكمان اي ستريس انا بعدته عن دماغي وعن تفكيري، فبالتالي انا هنام نوم كويس. لما هصحى اصلا هصحى الاقي ان انا جسمي كويس مش تعبانه، جسمي مش مكسر وشبعت نوم. تمام.
بعد كده بيقلل لك الفتيج، لاني انا اوريدي لما زودت الايه البلاد فلو اللي رايح للمصل، فخلاص ده هي عمل لها هيلينج، او ان هي مثلا اتعافت بقى كده وخلاص، فالفتيج بتاع المصل قل. ماشي. بعد كده بيقول لك ريديوسينج الانجر اند الفرستراكشن، يعني ايه؟ يعني الاحباط والغضب، لاني انا بعت كل الافكار والاستريس اللي ممكن تسبب له الغضب، فبالتالي انا قللته. طيب هو ولو اصلا غضبان، انا لما اجي اعمل له ريلاكسيشن، انا اهم حاجه عندي في الريلاكسيشن المينتال ايه، ريلاكسيشن. طيب المينتال ريلاكسيشن ان انا ببعد اي افكار عنه، فاي افكار اللي مسببه له الغضب او الاحباط انا بعدتها عن دماغه، فبالتالي هينتج عنها ان انا ايه، الغضب بتاعه ده هيقل. ماشي. بيقول لك بعد كده بيعزز او بيحسن الايه، بيحسن الثقه بتاعتك ان انت تتعامل مع المشكلات، لان وانت شخص ريلاكسد هتحل المشكله بشكل ادق او احسن 100 مره من ان انت اصلا تحلها وانت شخص، يعني ايه، ممكن تكون المشكله بسيطه جدا، وانت لو انت عاوز تحل يعني ايه وبتحلها وانت عصبي، ممكن تحلها بس تغلط تسبب مشاكل لحد تاني، انما وانت ريلاكسد وانت مش واخد كل حاجه على اعصابك، هتعرف تحل المشكله بشكل ايه، بشكل كويس يعني. بعد كده بيقول لك بقى الايه، الريلاكسيشن بريبريشن، انا هجهز الست اللي جايه لي دي علشان تعمل سيشن ريلاكسيشن قبل ما تروح تولد، او ان انا مثلا معاها في المستشفى هعمل لها ريلاكسيشن في الفيرست ستيج. ازاي؟ اول حاجه ان انا اتاكد ان مخها صافي ليا، وجسمها ريلاكسد، يعني واخد الاوضاع المناسبه، والاوضه او المكان اللي هي قاعده فيه برضو يكون مكان مناسب، يعني ما اروحش ايه ادخلها اوضه على الشارع، على شارع عمومي مثلا او طريق، وفي عربيات راحه وجايه وفي دوشه كبيره، فبالتالي هي اصلا مش هتعرف تصفي ذهنها، مش هتعرف تركز لي على حاجه معينه، فلا ده هي هتبقى تفكيرها مشتت او هتبقى منزعجه يعني. فلا، الاوضه لازم أن تكون كويت هاديه يعني بارده، مش ساقعه قوي ولا حر قوي، تمام. الاضاءه فيها ما تكونش يعني ايه، ما تكونش اضاءه مزعجه اللي هو النور كتير قوي فهو اصلا يزعجها، وتاخد كومفورتابل بوزيشن، سواء بقى ان هي عاوزه لو هي مرتاحه اكتر وهي صباين خلاص تنام صباين، لو هي مرتاحه اكتر وهي مثلا سيتنج خلاص ايه تقعد سيتنج، بس لو قعدت سيتنج اتاكد اهم حاجه ان هي الليج بتاعتها ما تكونش كروزد، يعني ايه، يعني ما تكونش قاعده مربعه رجليها، لا تكون فردلي رجليها، وهحط لها مثلا بيلو تحت رجليها وتحت سوري ركبتها وكده، علشان ازود الايه، ازود الريلاكسيشن بتاعها. بعد كده بيقول لك ان هي مفروض الكلوزس اللي هي تكون لابساها تكون كومفورتابل، ملابس مريحه، ما تروحش تلبس ملابس ضيقه قوي فتحس ان هي محجمها في الحركه مش عارفه تاخد راحتها، لا، الملابس تكون كومفورتابل، واخليها تخلع الشوز بتاعها، يعني مثلا لو انا قعدتها على كنبه او انا قعدتها على سرير، ما ينفعش، ما يصحش ان هي تطلع بالشوز، وكمان هي تبقى اريح ان هي وهي من غير جزمه هتكون مرتاحه اكتر اصلا. لايتلي كلوز يور ايز، اخليها ان هي تغمض عينيها، او لو هي مش عايزه تغمض عينيها تمام، هخليها مثلا تبص على حاجه قدامها، مثلا ساعه، لوحه، صوره، اي حاجه من الحاجات دي، تمام. بعد كده بيقول لك clear your thoughts and focus on your press، يعني ايه، يعني كل افكارك، اي حاجه في فكرك ان انت تحاول تصفي ذهنك منها، او ان هي ترميها ورا ظهرك كده، وايه، وتركز على النفس بتاعك اللي هو خارج الشهيق والزفير بتاعك، دول بيبقى انت مش بقى مش بتتنفس، يعني في جلسه الريلاكسيشن ده بتبقى النفس بتبقى ايه، سلو خالص، تمام. فانا هقول لها ركزي على النفس بتاعك اللي طالع واللي خارج ده. بعد كده بيقول لك المعلومات بقى دي، بيقول لك ايه، ان انت ما تقلقش لو انت لو الشخص ده مثلا ما حسش بالريلاكسيشن اول ما عملت، او ان هو مثلا اول ما قلت له خد وضع الريلاكسيشن وكده في افكار جت في دماغه، اوكي، ما تديهاش اي اهتمام الافكار دي، وسيبها، وبعد شويه يعني ايه، هي الافكار دي اصلا هتروح لحالها لوحدها، لاني انا مثلا هخليك تفكر في حاجه تانية، فخلاص اوريدي الافكار دي ايه، هت ايه هت خلاص انت ما اديتهاش فرصتها، فخلاص هت ايه هتختفي من دماغك. بعد كده لما تخلص جلسه الريلاكسيشن ما تقومش تقف على طول، لا، انت تقعد شويه وانت مغمض عينيك، علشان انت لو قمت وقفت على طول هتحس ان انت دايخ، ممكن مثلا تقعد بتاع 3 4 ثواني دايخ، لا، انت تقعد شويه، خليك سيتنج، وبعدين ايه، ومغمض عينيك لمده مثلا دقيقتين ثلاثه، وبعد كده ايه، وبعد كده افتح عينيك بقى، وبرده اقعد مثلا بتاع 3 4 ثواني بعد ما تفتح عينيك، وبعد كده ايه، لما تحس ان انت خلاص بقيت كويس ان انت قادر تقوم تقف على رجلك، قوم اقف بقى.
بيقول لك بقى، بيقول لك ايه ان جنرال ريلاكسيشن تكنيك انفولف الفوكسنج اتنشن. يعني ايه؟ يعني في كل، اصلا في معظم في العام، ان الريلاكسيشن تكنيكس دي ان انا بعتمد عليها على الايه، ان هو هيركز او ان هو هيعير اهتمامه لحاجه معينه او موقف هادي، او ان هو يعني ايه، كل اهتمامه هيروح لحاجه معينه، كل اهتمامه وتفكيره هيروح لحاجه معينه وانا اللي هحددها له. تمام. بعد كده بيقول لك ايه، بيقول لك it doesn't matter which relaxation technique you choose. يعني مش مهم ان انت هتختار ايه، المهم ان هما كلهم في الاخر هيؤدوا اصلا لك نفس النتيجة، ان الجسم هيبقى ريلاكسد وان انت هتبقى مرتاح. ماشي. بعد كده بيقول لك ان الديب بريسنج بقى ده هو الكورنر ستون فور ميني اذر ريلاكسيشن. يعني ايه؟ يعني كل الريلاكسيشن تكنيكس اللي انا بستخدم فيها هي الايه، هو الديب بريسنج. حاجات اصلا يعني كده معلومات عامة مش مهمة قوي. بعد كده بيقول لك بقى التايبس اوف ريلاكسيشن. في عندنا احنا عشان اساس الريلاكسيشن يحصل يكون عندي منتال ريلاكسيشن وفيزيكال ريلاكسيشن. طيب هنبدا بالمنتال ريلاكسيشن، ان هو ايه، هحقق فيها او هقسمها لاربع، عشان احققه لازم هقسمه لاربع حاجات. اول حاجه الرزم. يعني ايه الرزم؟ هخليه يركز في حاجه لها رزم معين. زي ايه؟ زي مثلا لو في ساعه في الاوضه اللي انا قاعده بعمله فيها السيشن، فالساعه عقرب الثواني فيها كل ما يتحرك بيعمل صوت، فانا هخليه يركز مع الصوت ده. طيب لو انا ما فيش عندي ساعه، خلاص مش هروح اجيب له ساعه مخصوصه، لا ده انا هخليها ايه، تركز على النفس بتاعها، الساوند بتاعها، بتاع الايه، بتاع البريسنج بتاعها. وهي اي حد وهو بياخد نفس بيبقى فيه ايه، بيبقى فيه صوت، فانا حتى لو خفيف همس كده هي ايه، هي هتبقى سامعاه. طيب لو هي مش عارفه مثلا، ما عرفتش تعمل الريزم، لا ده انا هخليها بقى ايه، تفكر في الكالرز. يعني ايه كالرز؟ هخليها المايند بتاعها ده يفكر في ايه، في سيرتين كالرز، اي كالر بقى هي تختار. يعني ايه؟ يعني مثلا هي بتحب اللون الاحمر، خلاص اخليها تفكر في اللون الاحمر طول الجلسه. المهم ان انا هخلي، يعني لا ده في حاله ان هي مثلا مش عارفه ايه، توقف مخها عن التفكير، لان المخ ما بيقفش عن التفكير يا جماعه. لو هي مش عارفه تبعد كل الافكار عن دماغها دي، وما خليتهاش تفكر في حاجه معينه او تركز في حاجه معينه، اوريدي في افكار تانية هتيجي تسيطر على دماغها. طيب انا هخليها تركز في حاجات زي الكالر. انا لما اخليها تركز في لون معين، ده مش هيأثر على التنشن، مش هيأثر على مش هيخليها تحت ستريس، ده هي حاجة خفيفة. ماشي. بعد كده عندنا النمبرز. يعني خليها بقى ان هي ايه، تعدلي تعد تنازلي مثلا من 100 لغاية الواحد. يعني 100، 99، 98، 97، وهكذا لغايه ما توصل للواحد. او الاتنشن فوكسنج. يعني ايه؟ يعني هخليها مثلا لو انا عندي لوحه او صوره في العياده بتاعتي او في الاوضه اللي انا بعمل لها فيها الجلسه، هخليها تبص فيها وتركز فيها طول الجلسه، طول السيشن. طيب انا لو ما فيش، ممكن مثلا اقول لها بصي مثلا على لوحه اللي هي الزرار بتاع النور اللي هو بايد ويطفي، اقول لها مثلا ركزي عليها. طيب ما فيش، هخليها مثلا تتخيل هي صوره في دماغها وتايه، وتتخيلها وتقعد بقى تركز فيها وتفكر فيها. طيب ما هي ما عرفتش تتخيل صوره معينه، خلاص هخليها تفتكر موقف كان حصل لها مثلا، بس الموقف ده ما يكونش مثلا ايه، يعني يكون موقف هادي ويكون كويس. يعني مثلا مش هخليها تفتكر مثلا ايام مثلا ما عملت حادثه او حاجه، لا هخليها موقف كويس، لما مثلا طلعتي الاولى على الكليه، لما الحاجات، المواقف الهاديه، وفي نفس الوقت ما تحطهاش تحت ستريس. تمام. ده هو الاتنشن فوكسنج. ده دي الايه، دي الانواع اللي انا بعمل فيها بيها منتال ريلاكسيشن، اللي هو الريزم. هخليها تركز في حاجه لها رزم معين، زي الساوند بتاع الايه، بتاع الكلوك، او لو ما فيش عندي ساعه في العياده، الايه، البريسنج ساوند بتاعها، هي خليها تركز في صوت نفسها، او الكلر ان هي تركز في لون معين تحطه هي في دماغها، هي تختاره، او ان هي اخليها تعد تنازلي من 100 مثلا لغايه ما توصل للواحد، او الاتنشن فوكسنج اللي هي اخليها تركز على حاجه معينه قدامي، يا صوره قدامي في هي شايفاها، او لو ما فيش اخليها تغمض عينيها وتتخيل هي صوره، او لو ما عرفتش تتخيل صوره بقى تتخيل موقف يكون ايه، يكون هادي كده. ده كده الايه، ده كده المنتال. طيب تاني حاجه الفيزيكال ريلاكسيشن. جنرال ريلاكسيشن، عشان يحصل اصلا الريلاكسيشن بشكل جنرال، لازما ان البوزيشن بتاع البادي ده يكون فولي سبورتد كومفورتابل بوزيشن. يعني الجسم كله سبورتد، يعني مثلا ما خليش ان هو يقعد على كرسي ورجله مدلدله مش واصله للارض واقول ده كده ريلاكس بوزيشن، لا، ياخد وضع فولي سبورتد، جسمه كله في حاجه عامله له سبورتنج، والوضع ده يكون مريح له.
زي مثلا لو هو قاعد سيتنج مثلا، قاعد على كرسي تمام، كرسي كويس، ظهره كويس، له جنبين كده يحط ايده عليهم، رجليه واصله للارض ومرتاحه كده على الارض، تمام. ده كده ايه؟ ده كده برضو ريلاكسد بوزيشن. نايم على جنبه بقى، نايم على ظهره صباين، او نايم اللي هو هاف لاينج، اللي هو مثلا برفع له البلينس مثلا بنسبه 45 درجه او حاجه. دي كلها اوضاع هو هيحس بيها ان هو مرتاح كده، تمام. انا هحطها له، انا مش بختار البوزيشن، هو البيشنت بساله انت اني وضع مرتاح فيه، وهو بياخده واعمل له الجلسه عليها. تاني حاجه بستخدم ايه؟ بستخدم بيلوز او كاشنز، يعني المخدات، علشان اعمل سبورتنج للكيرفات اللي بتبقى في الجسم، زي مثلا اللوردوزس اللي بيبقى في الظهر، ان اللي هو مثلا اخليها تنام على مخدة عشان احافظ برضو على الكيرف بتاع النيك بتاعتها. طيب عندنا في البريجننت وومن بقى، انا مش بخلي بعمل بخلي يعني اكتر حاجة مناسبة لها بوزيشن كده اسمه موديفايد سايد لاينج بوزيشن، هو ده مختص للستات الحوامل يعني اكتر، لاني ايه؟ لاني كل اجزاء جسمها بتبقى ريستد، بتبقى مرتاحه، وكل ايه يعني، وبتبقى سبورت في نفس الوقت، يعني عامل لها سبورتنج، ومفيش اي مصل شغالة، كل عضلاتها مرتخية. فايه فخلاص كده، ده اكتر وضع مريح لها. طيب ايه هو الموديفايد سايد لاينج بوزيشن؟ اهو بالشكل ده، بتبقى نايمة على جنبها، يعني هي مثلا هتنام على جنبها اليمين، هو ده دلوقتي، ده واحد نايم على جنبه اليمين، اوكي. طيب عامل ايه؟ لو انا قلت لكم وصفه، وحاطط مخدة تحت راسه، طيب المخدة ما بتكونش لا عالية قوي ولا واطية قوي، لا ده تكون مناسبة كويسة كده، رفع راسه عن ايه؟ رفع راسه وكتفه شوية عن السرير. طيب في مخدة قدامه حاطط عليها الايه؟ حاطط عليها دراعه اللي هو ناحية فوق، اللي هو دراعه الشمال، وفي مخدة قدامه برضو كده قدام رجله، حاطط عليها رجله اللي فوق، اللي هي رجله الايه؟ رجله الشمال. طيب دراعه بقى اللي هو نايم عليه، اللي هو يعني هو نايم على اليمين، دراعه اليمين عامل ايه؟ عامل بيهايند ايه؟ بيهايند البيشنت، يعني ورا ظهره. والرجل بقى اللي هو نايم عليها دي ممكن تكون فليكسد وممكن تكون اكستنشن، يعني دي حسب الارتياح بتاعه. لو هو مرتاح وهي فليكشن خلاص، سوري الست، احنا بنتكلم على الست هنا دلوقتي، لان الموديفاي سايد لاينج بوزيشن ده للستات الحوامل بس. لو هي مرتاحه وهي واخده وضع الفليكشن في الرجل اللي هي على السرير، اوكي مفيش مشكله. لو هي مرتاحه وهي اكستنشن برضو مفيش مشكله. يبقى كده الايه ده بقى الوصف بتاع الايه بتاع الموديفايد سايد لاينج بوزيشن. اول حاجه بيقول لك الهيد از ريستد اون ذا بيلو، اهي في مخده علشان ايه؟ عشان بس ديفرنس بتوين الهيد اند البيد، علشان ارفع راسه عن ايه؟ عن السرير، وبتكون مناسبة للشولدر بتاعه، يعني في ارتفاع الايه؟ في ارتفاع كتفه، تمام. بيقول لك البيلو دي ماست بي سيوتابل هايت تو افويد بيندنج اند اور ستريتشنج في النك، لازم أن تكون الارتفاع بتاعها مناسب عشان ما يعملش مثلا ليا ان لو هي واطيه فهيتني رقبته قوي، او ان هي عاليه فهيحصل له ستريتشنج جدا في الايه؟ في العضلات بتاعته. ففي كلتا الحالتين اصلا هو هيحس ان هو مش مرتاح، والايه؟ والمخده دي ايه؟ تحت راسه. طيب بيقول لك بقى الايه الليفت ابر ليمب، الليفت ابر ليمب ده اللي هو كان فوق اهو، تمام. الليفت ابر ليمب بيبقى ايه؟ بنت اند ريستد ان بيلو، يعني ايه؟ بيبقى فليكشن، وفي نفس الوقت انا حطاله على بيلو، يعني حطالها على بيلو، مريحاه على ايه؟ على مخده قدامها. طيب الرايت ابر ليمب اللي هو تحتها، او اللي هي على الجنب اللي هي نايمه عليه، بيبقى سيمي فليكسد بيهايند الايه؟ بيهايند البادي، يعني ايه؟ اه بيبقى خلف ورا ظهرها كده. انا جايبه لكم فيديوهات لكل التكنيكس دي، هبقى ان شاء الله انزلها لكم يعني. طيب عندنا بيقول لك الترانك بيبقى سلايتلي بنت فورورد، يعني ايه؟ هو ميله كده بجسمها لقدام شويه، يعني وهي ده دراعها اهو على البلو، جسمها بقى الترانك بتاعها جاي كده مميل لقدام شويه، ماشي. بعد كده بيقول لك ايه بقى الليفت لور ليمب، الليفت لور ليمب دي اللي هي اللي فوق از فيكسد اند ريستد اون بيلو، برده عاملين فليكسد في الني وفليكسد في الهيب، وحاطه بيلو تحتها. طيب عندنا الرايت لور ليمب اللي هو الرجل اللي هو اللي هي نايمه عليها، ممكن تكون اكستندد او فليكسد، دي حسب بقى الكومفورتبل بتاع الايه بتاعت الام او الست اللي انا بعمل لها السيشن دي. بعد كده بيقول لك ان ذيس بوزيشن وين ذا هول بودي فيل لوز، يعني خلاص ان هو كل جسمك
ارتاح، ببدأ ان انا اطلب من الام ان هي بريز كونتينيوسلي ناتشرال اند كوايتلي، يعني بهدوء بتتنفس بالراحة بعد ما خلاص ان انا حسيت ان جسمها كله ارتاح، ما فيش اي عضلة من عضلات جسمها فيها تنشن. فخلاص انا في الوقت ده بقى هبدأ ان انا اطلب من الست دي ان هي ايه تتنفس بشكل مستمر وطبيعي، يعني مش هخليها مثلا تقلل النفس بتاعها ولا ان هي تسرعه، لا اللي هو النفس الطبيعي بتاعنا ومستمر على طول وكويتلي يعني بهدوء. تمام، ده اسمه الايه، ده اسمه الموديفايد سايد لاينج بوزيشن، ده للست الحامل، ده اكتر وضع مناسب لها علشان كل عضلات جسمها بتبقى ما فيش اي عضلة فيها مثلا فيها تنشن او اي حاجة، ومريحة وكل جسمها سبورتد اهو. تمام، بس ناخد بالنا ان المخدة اللي هي بتبقى تحت راسها بتبقى ايه في طول مثلا مش في طول الكتف، يعني اللي هو ايه الارتفاع ما بين لو هي تنام كده يعني ايه مالية المسافة ما بين راسها وما بين كتفها، ماشي، علشان ما يحصلش ان هي ايه يحصل لها ستريتشنج مثلا جدا في رقبتها، فهتبقى هي اصلا مش مرتاحة. ماشي، بعد كده دي كده اول تكنيك. بعد كده في عندنا تكنيك اسمه ايه بروجريسيف ماسل ريلاكسيشن. ايه هو البروجريسيف ماسل ريلاكسيشن ده؟ ده بيبقى تكنيك بيبقى فكرته الاوليه اصلا ان هو ان انا بعمل انسبيريشن واكسبيريشن، وانا بعمل الانسبيريشن ده بعمل تنشن على الماسلز، وانا بعمل الاكسبيريشن بريليز التنشن ده. تمام، وهبداها من تحت اللي هو من اول صوابع رجليها لغايه فوق اللي هو ايه حواجبها. تمام، يعني انا ببدا بعمل ايه وانا باخد انسبيريشن هقول لها اعملي ايه، هقول لها اعملي تنشن في المصل كذا، او هقول لها اعملي الحركه كذا، وبعدين ايه وهي بتعمل اكسبيريشن هقول لها ريليز بقى الايه المصل بتاعتك دي وريليز التنشن بتاعك ده. وهو كبير شويه يعني حوالي 16 خطوه بس سهلين مش محتاجين حفظ، انت بس تتخيلهم وهتفهمهم باذن الله. اول حاجه البوزيشن بتاعها بتبقى لاينج اور سيتنج داون. المهم هتنام ايه، هتنام سيتنج داون، يعني ايه يعني قاعده او ان هي نايمه، بس الاحسن والاريح اكتر ان هي تكون سوباين. تمام، ريلاكس يور انتاير بودي، تيك 5 ديب سلو بريس، يعني ايه ان هي بتاخد في الاول، يعني اول ما اول البوزيشن بتاع انا نيمتها مثلا سوباين، وبعد كده قلت لها ارتاحي خلاص ريحت كل جسمها على السرير، بعد كده هطلب منها ان هي تاخد ايه 5 مرات 5 انفس يعني كده ديب وسلو، اللي هو كده وتخرجه بالراحه كده وتخرجه بالراحه، ده كده ايه 5 مرات. بعد كده بقى هقول لها ايه وانت بتعملي انسبيريشن اعملي اكستنشن للتوز بتاعتك اللي هو تاخدها لورا يعني، وبعدين ايه وانت بتعملي اكسبيريشن وانت بتعملي الزفير اعملي ايه اعملي ريليز للتنشن ده. تمام، وبعد كده وانت بتعملي خلصت عملت ايه عملت وهي بتعمل انسبيريشن عملت اكستنشن في التوز، وبعد كده وهي بتعمل اكسبيريشن عملت ايه عملت ريلاكسيشن للتنشن اللي هو بتاع الايه على الاكستنشنز ماسلز. بعد كده هطلب منها وهي بتعمل انسبيريشن كمان، وهي بتعمل الانسبيريشن هخليها تعمل فليكشن للتوز، وبعد كده ايه تحس التنشن ده، وبعد كده بعد ما حست خلاص ان هي عضلات المسؤوله عن الفليكشن للتوز ده ان هي خلاص حصل فيها تنشن هخليها تعمل اكسبيريشن، وهي بتعمل اكسبيريشن تريليز الايه تريليز بقى التنشن ده اللي هو ترجع بقى صوابعها للناتشرال بوزيشن بتاعها تاني. ماشي، بعد كده هطلب منها ان هي تعمل وهي بتعمل انسبيريشن تعمل دورزي فليكشن للانكل وتحس التنشن، وبعد كده اعمل لها ايه تعمل اكسبيريشن وتريليز التنشن، فهي لما تريليز التنشن ده اللي هو هتحس خلاص ان التنشن اختفى، واخليها تعمل انسبيريشن تاني وتعمل ايه تعمل بلانتر فليكشن برضو في الانكل. لما تعمل بلانتر فليكشن في الانكل هخليها تحس وهي اوريدي هتحس التنشن، بعد كده هخليها تعمل ايه تعمل اكسبيريشن، لما تعمل اكسبيريشن وتريليز بقى الايه اللي هو يعني خلاص ترجع بقى رجليها او الانكل بتاعها للايه البوزيشن النورمال العادي اللي هي ولا لا هي بلانتر فليكشن ولا هي دورزي فليكشن اللي هو النورمال بوزيشن بتاعها. تمام، فبالتالي هتحس وهي ولما تعمل كده هتحس ان التنشن ده اختفى، ده بيبقى في الايه في الاكسبيريشن. بعد كده هطلب منها ان هي تعمل ايه انسبيريشن وتعمل ايه كونتراكت للكوادريسبس ماسل والهامسترنج ماسل، ان هي تعمل ايه هخليها ان هي تضغط بركبتها كده من ورا على السرير، او ان هي تزق برجليها على السرير. تمام، هتحس التنشن فيل التنشن وايه ومكانه كمان اللي هو بصوا رقم 6 ده دي غلطة، وبعدين
هتحس التنشن، وهتحس برضو مكانه اللي هو العضلات بتاعت الهامسترنج والايه والكوادريسبس. تمام. بعد كده ايه، هخليها تعمل اكسبيريشن، وهي بتعمل اكسبيريشن تريليز التنشن ده. ماشي. طيب كده خلصنا كده خلصنا الايه الكوادريسبس والهامسترنج. هنطلع شويه، هتبقى الايه الهيب ادكتور، يعني ايه هخليها كانها بتعمل بريس للساي بتوعها توجزن، ان هي بتضم كده الساي على بعض، فهتحس وهي بتعمل الكلام ده وهي بتعمل انسبيريشن. ماشي. هخليها وهي بتعمل انسبيريشن ايه تبريس السايز على بعض، فبالتالي ايه هتحس التنشن. وبعد كده وهي بتعمل اكسبيريشن هخليها تريح، فايه التنشن ده هي ايه هيختفي. وبعد كده وهي بتعمل الخطوه اللي بعدها هتعمل انسبيريشن، وهتعمل استاتيكالي كونتراكت للايه للجلوتياي للجلوتياس ماسل اند فيل التنشن. لما اخليها ان هي هطلب منها ان هي تضم الجلوتياس ماسل بتاعتها، فهتحس ان هي في تنشن. بعد كده هطلب منها ان هي اكسبيريشن، فهي اكسبيريشن هقول لها ريلاكس، ريلاكس فالتنشن ده هي ايه هيختفي. تمام كده. كده وصلنا للايه، كده خلصنا اللي هو الليمبس كلها. احنا وصلنا للجلوتياي والايه والهيب اهو. هنطلع بقى فوق شويه، هنلاقي الايه، هنلاقي الابدومين. فانا هخليها تعمل ايه وهي بتعمل انسبيريشن، تعمل كونتراكت بس استاتيكالي، استاتيكالي كونتراكت للابدومينال ماسل. لما هقول لها ايه، حاولي ان انت تشفط، يعني ايه تخلي عضلات بطنك تنقبض بس مش تشفط بطنها قوي يعني. وبعد كده هي هتحس بايه، هتحس بالتنشن. بعد كده هقول لها ايه، وانت ريحي وانت بتخرجي الهوا ده ايه تريلاكس، فبالتالي التنشن هيختفي. وبعدين الخطوه اللي بعد كده ان هي وهي بتعمل انسبيريشن هتبرس يور لور باك داون، يعني ان هو هخليها اقول لها اضغطي بظهرك على السرير، هي هتحس بتنشن. وايه وبعد كده وهقول لها تمام ريحي ظهرك وايه وانت بتعملي اكسبيريشن، فهي هتعمل ريلاكسيشن اثناء الاكسبيريشن، فهتحس ان التنشن ده اختفى. طيب الخطوه رقم 9 ويز انسبيريشن، وهي بتعمل انسبيريشن هخليه يعمل ايه كلينشن. يعني ايه كلينشن؟ خليه ان هو تاخد القبضه. احنا كده خلصنا الابدومن وخلصنا الباك. هنطلع بقى شويه، خلاص هنوصل، وصلنا بقى للايه للابر لمبس، فهنبداها برده من تحت اللي هي الهاند. اخليه يعمل كلينشز اللي هي الايه اللي هي الفيست دي كده، فهو هيحس بالايه ده، هو عامل كده اكستنشن لكل عضلات لكل سوري فليكشن ومشغل كل عضلات الايد بتاعته، فهتحس بتنشن. وبعد كده هخليها وهي بتعمل اكسبيريشن تريلاكس اللي هو تريح ايدها تفتحها، فهتحس ان التنشن ده اختفى. الخطوه رقم 10 ان هي وهي بتعمل انسبيريشن هقول لها ايه تنس يور ارم، يعني ايه اكستنشن، هخليها تعمل اكستنشن للالبو اند فيل التنشن، هخليها تفرد دراعها قوي اللي هو اكستنت الالبو بتاعها، فهتحس بالتنشن. وكمان بعد شويه لما تحس بالتنشن هطلب منها ان هي تعمل ايه، تعمل بقى الاكسبيريشن وتريلاكس، فلما تريلاكس هتحس ان التنشن ايه اختفى. وهكذا هي كلها خطوات، انت بس لو فهمتوها وسستمتوها ان احنا بادئين من تحت لفوق، يعني احنا بادئين من ايه من التوز، وبعد كده الانكل، وبعد كده الايه، وبعد كده الهامسترنج والكوادريسبس، وبعد كده الجلوتياي، وبعد كده الادكتور الاول، وبعد كده الادكتور عملنا الجلوتياي، وبعد كده خلصنا كده الايه اللور ليمب، هنطلع على الابدومن هخليها تعمل استاتيكالي كونتراكشن للابدومن. طيب خلصنا الابدومن، هرجع على الباك، هخليها ان هي ايه تبرس يعني تضغط بظهرها على السرير، كده شغلت عضلات الباك. طيب خلاص انا خلصت الباك والابدومن واللور ليمب، هطلع بقى على ايه على الابر ليمبس. انا بدات بالايد ان انا خليتها تعمل فيست او ان هي تميك الفيست كده. تمام. بعد كده الخطوه رقم 10 انها خليها ايه، بعد ما خلصت الهاند خلصتها هطلع على اللي بعدها، اول جوينت هيقابلني هو الالبو. تمام. التنشن طب هعمل تنشن عليه ازاي؟ ان انا اخليه اكستنشن. تمام. خليتها اكستنشن، خليتها تعمل اكستنشن في الالبو وهي بتعمل انسبيريشن. طيب خلاص في الاكسبيريشن اخليها تريلاكس بقى وايه ما تخلي يعني تريح بقى دراعها، ما تخليهوش ايه اكستنشن قوي كده. بعدين بعد كده هنطلع بعد الالبو، هنطلع بقى فوق هنلاقي الشولدر، هنخليها ان هي تحاول وهي راقده، يعني وهي راقده على ظهرها اللي هي تعمل ايه ريز يور شولدر تو يور ايرز، اللي هو خليها ان هي ترفع كده كتافها ناحيه ودانها. تمام. وهي بتعمل الحركه دي هتحس بتنشن. وبعد كده هقول لها هطلب منها ان هي تعمل اكسبيريشن، والاكسبيريشن ده هي هي وهخليها يعني تعمل معاه ريلاكسيشن، فالايه فالابسنس فالتنشن ده هيحصل له خلاص هيختفي.
بعد كده طيب خلصنا الايه كده، خلصنا وصلنا لغايه الشولدر خلاص، هنوصل بقى للايه، للهيد والابر ايه والابر باك. فانا هخلي ان هي تضغط براسها وهي راقده كده، وهي يعني وهي صباين، هخليها تضغط براسها والابر باك بتاعتها داون وورد على السرير تحتها، هتحس بتنشن كاني مثلا بقول لها ان هي مثلا تاخد ايه، تعمل تشين ان، اللي هو لما هي ما هي لما تعمل بريس بالهيد على السرير، كانها هي بتاخد ايه، بتاخد راسها كده يعني عليها، تمام، هتحس بتنشن ده وهي بتعمل انسبيريشن. خلاص هخليها بقى تعمل اكسبيريشن، فالايه فلما وتريلاكس فالايه فالتنشن هيختفي. بعد كده وصلنا بقى للايه، هخليها تعمل بيرس وهي بتعمل انسبيريشن، هتاخد انسبيريشن واخليها ايه اللي هو البيرس ليب اللي انتوا خدتوها في البطنه، اللي هو كاني بتعمل بقها كده على شكل حرف الاو، تمام. هي هتحس بالتنشن بتاعه الايه، بتاعه الموسلز اللي هي حوالين اللي هي في البق او الشفايف دي، تمام. بعد كده هخليها ايه تعمل اكسبيريشن وتايه وتخلي بقى يعني اللبس بتاعتها في النورمال، في وضعها الطبيعي، مش ايه مش هخليها على شكل حرف الاو، تمام. طيب بعد كده هخليها ايه وهي بتعمل انسبيريشن برضو، هخليها تفتح بقها قوي، يعني تفتح بقها جامد على الاخر، وبعدين ده هتحس بقى بالتنشن بتاع العضلات اللي هي بتاعت الايه بتاعت الفيس دي اللي احنا خدناها في سيكشن الماسل، تمام. بعد كده هخليها تعمل ايه، تعمل ريلاكسيشن وتقفل بقها. فلما تعمل ريلاكسيشن وتقفل بقها اوريدي هتحس بالايه، ان التنشن اختفى. طيب بعد كده هخليها تعمل ايه، كلوز الاي بتاعتها تايتلي اللي هو بالشكل ده، اللي هي تغمض قوي، فهي هتحس بالتنشن بتاعت العضلات اللي موجوده في الايه في الجفون، ماشي. وبعد كده هخليها وهي بتعمل بقى الاكسبيريشن تفتح عينيها، فبالتالي الايه الابسنس التنشن ده هيختفي. اخر بقى مرحله ان هي هتعمل لي ايه، ليفت الاي براوز، يعني اللي هي ترفع حواجبها لفوق. احنا اصلا عارفين ان الحواجب دي عباره عن يعني هي فوق عضلة، فانا لما هي ترفع حواجبها لفوق هي شغلت العضلة، فلما شغلت العضلة حصلت تنشن. طيب هخليها بقى تعمل اكسبيريشن، وهي بتعمل اكسبيريشن تنزل حواجبها مكانها عادي الطبيعي، فهتحس بان ايه، بان التنشن بتاعها اختفى. ده كان اسمه ايه، اسمه البروجريسيف موسل ريلاكسيشن. هي خطواته صحيح كتير، 16 خطوة او 17 خطوة، بس كلهم سهلين والله. انتوا لو فهمتوها مش هتحتاجوا ان انتوا ايه، ان انتوا تقعدوا تحفظوا كل ده. يعني احنا بنبدأ من تحت لفوق، يعني احنا هنبدأ بالايه، فين السهم؟ هنبدأ بالتوز، وبعد كده اللي هو فليكشن واكستنشن بنعمل، وهي بتعمل فليكشن هتعمل الاول اكستنشن، وبعد كده ايه تعمل ريلاكس، وبعد كده تعمل ايه فليكشن، والاكشن اللي هتعمله ايا يكن ايه الاكشن ده، هي بتكون واخداه، بتكون بتعمله وهي واخده ايه، واخده انسبيريشن، وبعد كده وهي بتريلاكس بقى الاكشن ده للوضع الطبيعي بتاعها، وهي بتعمل ايه، وهي بتعمل اكسبيريشن. يبقى بدات بالتوس، بعد كده ايه، بعد كده الانكل، وبعد كده بدات بالايه، طلعت فوق على الكوادريسبس والايه الكوادريسبس والهامسترنج اللي انا خليتها ان هي ايه تضغط برجليها او بركبتها على السرير من تحت. بعد كده طلعت شويه على الايه، على الادكتور ماسل اللي انا خليتها ان هي ايه تبريس الساي توجذر، وبعد كده وهي بتاخد انسبيريشن، وبعد كده وهي بتعمل اكسبيريشن تريلاكس، بعد كده خليتها ايه تعمل كونتراكت للجلوتشاي، وكده كده اكون خلصت الايه، كده اكون خلصت اللور ليمب. هطلع فوق اللور ليمب بقى على الايه، اول حاجه هتقابلني هي الماسلز بتاعت الابدومن، فخليها تكونتراكت الايه الابدومنز دي، الماسلز بتاعت الابدومن دي وفوق ايه اللي هي استاتيكالي يعني. وبعد كده خلصتها هعمل ايه، هعمل الباك اللي هي انا عملت الابدومن، هعمل الباك اللي هي قصادها من ورا، هخليها ان هي تبرس يعني تضغط على السرير بظهرها، تنزل ظهرها لتحت. بعد كده خلصنا الابدومن، طيب فاضل لنا بقى الايه الابر ليمب. اول حاجه هتقابلني في الابر ليمب اللي هو برضو من تحت لفوق اللي هو الايه الهاندس، فهخليها تعمل فيست وهي بتعمل انسبيريشن، وبعد كده تخليها اكسبيريشن تريليز الفيكس دي. بعد كده هخليها ايه، هطلع فوق هيقابلني الالبو، هشغل العضلات اللي على الالبو ان انا هعمل له اكستنشن، فايه فانا هتحس بتنشن. بعد كده هخليها ايه تعمل اكسبيريشن وتريليز التنشن ده. بعد كده خلصت الالبو، هطلع اول جوينت هيقابلني هو الايه
هو الشولدر، فانا هطلب منها ان هي ايه ترفع لي الشولدر بتاع ده ناحيه ودانها، اللي هو ايه اليفيت الشولدر تو ايرز. وبعد كده ايه خلاص العضلات بقى بتاعه الابر باك والهيد، ان انا هخليها تضغط براسها ورقبتها كده على الايه على السرير او المخده اللي تحت راسها، او كاني بقول لها تعمل ايه، تعمل تشين ان. هي اوريدي لو انا هي لو هي عملت تشين ان كاني هي بتضغط بالراس على السرير. بعد كده الماوس، عضلات الماوس بقى اللي هي تعمل ايه، تعمل اللي هو اللبس بتاعتها على شكل حرف الاو، بعد كده تعمل عينيها مفتحه، وبعد كده تعمل ايه ترفع حواجبها. يعني هو سهل، هي كتير خطواته كتير صحيح، بس والله سهل جدا. بعد كده بقى بيقول لك تالت تكنيك هو البادي سكان مديتيشن. يعني ايه بادي سكان؟ يعني ايه انت بتعمل سكان لجسمك كده، انت قاعد في وضع ريلاكسد بوزيشن وبتعمل سكان. يعني ايه؟ بتقول لمخك امشي لي كده على جسمي عضلة عضلة وقول لي ايه الحتة اللي فيه او ايه العضلة اللي فيه اللي هي فيها تنشن. يعني هيمشي مثلا على ايه، هيمشي هيقول لي ان انا عضلات ايدي مثلا متنشنه شويه، فبالتالي هي ايه هي هيديني ارسال لمخي ان هو إيه؟ لا ده عضلات ايه، عضلات مثلا البايسبس بتاعتي دي متنشنه شويه، فانا هحاول ان انا اعمل لها ريلاكسيشن. ماشي؟ فانا بمشي اللي هو وبسال بقى، بخلي مخي هو بقى اللي هو بيعمل اسكان لكل عضلات جسمي، ويسال جسمي هل في عضلات في جسمي فيها تنشن. طيب هل العضله مثلا بتاعت اللي هي الفور هيد دي ريلاكسد، الجو بتاعي ريلاكسد ولا لا، وكل ده. ولغايه بمشي عضله عضله وجزء جزء من جسمي من اول الفيس لغايه ما بوصل للتوز بتاعتي برضه. ولو انا وانا بعمل كده ان انا اكتشفت ان في اريا فيها تنشن، ببقى ايه بحرك بقى الماسل دي جنتلي تو لوز ات، ان انا بحركها او ان انا بحطها في وضع ريلاكسد. يعني انا بحركها شويه وبعد كده بحطها في وضع ريلاكسد علشان ايه، علشان ترتاح بقى، تبقى كل تبقى العضله دي كمان ريلاكس زي بقى عضلات جسمي. ماشي؟ طيب هنا بيقول لك بقى امبادي سكان اصلا يو دونت نيسيسري نيد تو تنس ذا ماسل ايه ماسل بيفور يو ريلاكس. يعني ايه؟ يعني علشان وانت بتعمل سكان مش شرط ان انت تعمل تنشن زي التكنيك اللي كان قبل كده، لا هي انت بتسيب جسمك عادي ريلاكسد وبتمشي عليه خط عضله عضله وجزء جزء، وبتشوف ايه الجزء اللي فيه تنشن، وبتحاول ان انت بقى ايه تحركه كده حركه خفيفه علشان ايه، علشان يحصل له ريلاكسيشن والتنشن ده ايه يختفي. ده البودي سكان مديتيشن. بعد كده بقى اهو بنمشي بقى من، يعني بتمشي مثلا من اول وشك، مش هتختلف من اي حاجه، يعني بتمشي على عضلات ايه رجليك، وبتمشي تطلع فوق وكده، وعضلات بطنك وعضلات الشيست بتاعك، عضلات رقبتك مثلا مشدوده، وشك ممكن مثلا العضلات اللي هي اللي ماسكه مثلا الفك بالسكال بتاعتك ممكن يكون بيحصل فيها تنشن. فانت بتمشي وتعمل عليها اسكان منطقه منطقه وعضله عضله. اخر حاجه بقى واخر تكنيك معانا هو الدايفيرشن دريل تكنيك. ده بيبقى عباره ان هو اهي بتبقى بنمسك الست كوره اللي هي الكره الضغط دي، اللي كره اسمها رابر، مش عارفه اسمها ايه بصراحه، بس ايه يعني هي بتبقى كره كده مطاطيه، اي حد اصلا متعصب بنديها له نقول له ايه خد فش غلك فيها. تمام؟ بنسميها او التكنيك ده بنسميه ايه ديسوسيشن ميثود. سوري يا جماعه. في الميثود دي بقى الريلاكسيشن تريننج، ان انا بعمل كونتراكشن لفولنتري، يعني ايه مجموعه من الفولنتري ماسلز دي اللي هي بتاعت الايد بس اوريدي، اللي هو النتائج عليها بقى ان انا بعمل ستيميوليشن او ستيميوليشن للايه للانفولنتري ماسل اللي هي اليوتراين ماسلز، فيحصلها كونتراكشن هي كمان. يعني انا دلوقتي انا مش مشغله حاجه غير ايدها، ايدها هي اللي ماسكه، هي اللي شغاله بتعمل بتضغط على الايه، بتضغط على الكره دي، فدي فولنتري ماسلز عادي. نتيجه بقى لها ان هينعكس عليها ازاي، هينعكس ان هيوصل ستيمولس للايه للانفولنتري ماسلز اللي هي اليوتراين ماسلز، وهيحصل لها كونتراكشن هي كمان. دي انا بعلمها اصلا للست في شهر الحمل الاخير او اللي هي في الشهور الاخيره اصلا. تمام؟ طيب انا بعملها ازاي؟ هو اسك ذا ماذر تو ريلاكس ان هاف لاينج بوزيشن، بتبقى قاعده يعني اللي هو البلينس بيبقى ظهره كده مرفوع،
ممكن 45 او 60 درجه، وانا بحط بقى بيروزن بحطها لها، بحاول ان انا اريحها على قد ما اقدر، لان هي بتبقى ست حامل بطنها على اخرها اصلا، ده خلاص فاضل لها شهر وهتولد. فانا بحاول على قد ما اقدر ان انا بقى ايه، بجيب لها بيلوز من جميع الاتجاهات، وبثبت لها كل حاجه، بثبت لها ظهرها، وبحط لها بيلو تحت ورا كتفها كده، وتحت الهيد والنيك بتاعتها بثبتها كلها عشان تبقى ايه، تبقى فول ريلاكسيشن. وبعد كده بديها راوند درابر اوبجكت اللي هي الكوره اللي في الصوره اللي فاتت دي، وبخليها ايه، تمسكها بقى بايدها وكده. بعد كده بقى ان هي ايه، الايميجنج زي يوترين كونتراكشن ستارت، اخليها تتخيل ان الايه، او نتخيل بقى ان الايه، ان اليوترين كونتراكشن بتاع دلوقتي بدا ايه، بدا يحصل يعني. فهي شغاله بتعمل سكويزنج على الكره دي بايدها، هخليها تعملها لمده 30 ثانيه. هخليها في الاول يعني، انا اول يوم لسه بشتغل معاها، هديها الايه الرابر بول دي ايه، تضغط عليها لمده 30 ثانيه. طيب البريس بتاعها بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى يعني خفيف كده، وبيبقى منتظم، وبيبقى لو ليفل بريسنج. ناخد بالنا ان هو في اول 30 ثانيه بيبقى ايه، بيبقى لو ليفل بريسنج، تمام. اهو تمام. ات ذا سيم تايم اللي هو كونتينيو تو بريس ان اند اوت، ان هي مستمره ان هي تعمل شهيق وزفير، بيكون ايزي وريجولار ولو ليفل بريزنج. هواي مينتيننج افري اذر بارتس اوف هير بودي كومبليتلي ريلاكسد، كل اجزاء جسمها التانية بتبقى ريلاكسد. يبقى الحاجه الوحيده اللي شغاله بس في جسمها هي عضلات ايدها، عضلات الهاند جريب بتاعتها دي، ولمده 30 ثانيه، تمام. بعد كده كده انا مثلا كنت مديها لها، او مديها لها الكره دي بتمسكها بايدها الايه، بايدها اليمين. تاني يوم هخليها تمسك الكره بالايد التانية اللي هي الشمال، وهخليها برضو تقعد تسكويز ات لمده ايه، لمده 30 ثانيه. والبريس بتاع البريسنج بتاعها برضو بيبقى ايزي وريجولار ولو ليفل، لو ليفل بريسنج، تمام. تمام كده خلصنا الايه، كده خلصنا الايدين التو هاندز، كده اشتغلوا ايه كل واحده فيهم لمده 30 ثانيه. هنكررها بقى كده، احنا كنا مشتغلين هنا في الايه على الشمال، هنرجع تاني لليمين، بس هنزود المده شويه، بدل ما كانت 30 لا هنخليها 45 ثانيه. وال 45 ثانيه دول هنقسمهم على ايه، على فترتين. اول حاجه، اول 30 ثانيه فيهم هديها الكره دي، واقول لها ايه، تسكويز يعني تضغط عليها يعني لايه، ويكون البريسنج بتاعها ايزي وريجولار ولو ليفل، لو ليفل بريسنج، زي ما كانت زي اول 30 ثانيه عادي، زي اول يوم استخدمته فيها، تمام. خلصنا ال 30 ثانيه، هنغير بقى الايه، الباترن بتاع الايه، بتاع البريس بتاعها، بدل ما كان لو لا هنخليه ميدل، هنخليها تسرعه شويه، بدل ما كان لو اللي هو ايه بتتنفس ببطء، لا ده انا هخليها تسرع النفس ايه شويه، اللي هو اكسلريتيد الايه الباترن، هزوده وهخليه تستمر لمده ايه، ال 15 ثانيه الباقيين. مش احنا قلنا ان هي يعني بعد كده بقى لما اجي اكرر الايه التكنيك تاني يوم للايد الاولى، بدل ما كان 30 هخليه 45، وهقسمه اول 30 ثانيه زي المرحله الاولى اللي هو بيبقى البريسنج بتاعها ايه، تبقى ايزي وريجولار ولو ليفل بريسنج، تمام. كده خلصنا 30 ثانيه، ال 15 ثانيه التانيين بقى هتبقى ايه، هزود بس حاجه ان الباترن بتاع الايه، بتاع البريس بتاعها، بدل ما كان لو هخليه ميدل ليفل، تمام. بعد كده هكررها تاني ويز انكريزنج التايم لمده ايه، لمده دقيقه. هنا كانت 45 لا هخليه دقيقه اللي هي 60 ثانيه. يا جماعه عاوز اقول لكم بس ان احنا بنكررها للتو هاندز مش لهاند واحده، ماشي. هزوده بقى للايه، هزوده لدقيقه. هقسمها ازاي؟ هقسمها على 3 مراحل، اول 30 ثانيه، وبعد كده 15 ثانيه، وبعد كده 15 ثانيه. اول 30 ثانيه هخليه ايه، بيبدا ايزي وريجولر ولو ليفل بريسنج، وبتبقى ايه هارد جريب، يعني ايه بتضغط عليها بقوه لمده 30 ثانيه. بعد كده هخليها تزود البريسنج شويه، الباترن بتاعه بدل ما كان لو هخليه ميدل ده، وايه وبرده الهارد جريب بتاعتها قويه، هاردر لمده ايه، لمده هتخليها اقوى بقى، هزود الايه القوه بتاعت الضغط بتاعتها، بدل ما هي كانت هارد بس، لا ده انا هخليها اقوى كمان لمده 15 ثانيه. وبعد كده هعمل ايه، بعد كده ريتيرن تو بقى ريجولار اللي هو ولو ليفل بريسنج باترن لمده ايه، لمده 15 ثانيه الاخر. يبقى كده الايه المراحل بتاع
اسمه ايه، اسمه دايفرشن دريل تكنيك، ان انا بديها كره مطاطيه. اول يوم اديتها الكره دي مثلا، اديتها لها في ايدها اليمين، هقول لها هطلب منها ان هي تعمل ايه، تسكويز الكره دي لمده 30 ثانيه، ويكون الباترن بتاع البريس بتاعها عامل ازاي، بيبقى ايزي وريجولر ولو ليفل، لو ليفل بريسنج. تمام. بعد كده تاني يوم هبدل الكرة، بدل ما كانت في اليمين هخليها في الشمال، وبرضو هخليها تسكويز ات لمدة 30 ثانية. خلاص كده خلصت كده، الايدين بقوا زي بعض. هبدأ بقى ايه، هبدأ اعمل ارجع للايد الاولى تاني هزود المدة شوية، بدل ما كانت 30 هخليهم 45. ال 45 ثانية دول مش هيكونوا كلهم ايه مرة واحدة، لا هيكونوا اقسمها على مراحل. اول 30 ثانية ان انا بخليها تسكويز البول دي، ويكون البريس بتاعها ايه لو ليفل، وبيبقى ايزي وبيبقى ريجولر. طيب اخر 15 ثانية من الخمسة ومن 45 بقى، بيبقى بزود البريسنج باترن شوية، بدل ما كان هو لو ليفل، لا ده انا بخليه ميدل ليفل، يعني بزوده شويه، يعني بزود سرعته شويه. طيب كده وخلصت بقى كده، اشتغلت على الايدين، كل ايد عملت لها لمده 45 ثانيه. هاجي بقى ثالث يوم هكررها، بس بدل ما انا كنت التايم 45 ثانيه، لا ده انا هوصله لايه، لو هوصله لدقيقه اللي هو 60 ثانيه. هقسمه ازاي؟ هقسمه اول 30 ثانيه في الدقيقه دي بيبقى يعني ايه، بتبقى ضغطه قويه ماشي، وبيبقى النفس ايه، بيبقى ايزي وريجولار ولو ليفل بريسنج ايه بتن، والجريب بتاعتنا القبضه بتاعتها بتبقى قويه، او الضغطه بتاعتها بتبقى قويه. ده لمده ايه 30 ثانيه. بعد كده هزود شويه بقى لمده 15 ثانيه، زين سلايتلي اكسلريتد الايه البريزنج، ما هو احنا كنا بادئينه لو، لا هخليه هو ميدل شويه او هزوده. والهاند جريب هخليها برضو اقوى، بدل ما هي كانت قويه، لا هخليها اقوى لمده كام، لمده 15 ثانيه. بعد كده هرجع تاني للايه، للريجولار والايزي واللو ليفل بريسنج باتن لمده 15 ثانيه الاخر بقى كده، وايل ذا جريب اون ذا مول از ريدوسد، وهقلل بقى ايه الايه، هقلل القبضه بتاعتي، ان هي هخليها بس يعني تضغط بحنيه شويه على الكوره. تمام. بعد كده بيقول لك based on the idea that this type of the training stimulus contraction، اللي هو بيعتمد على contraction of the uterine muscle. هو انا عملت ايه، انا عملت stimulus للايه، لليوتراين muscles اللي هي اصلا involuntary muscles، ان انا عن طريق ان انا شغلت مجموعه من المسلز اللي هي voluntary، اللي هي بتاعت الهاند ايه، الهاند جريب. طيب التكنيك ده انا اصلا بستخدمه ايه، هو ده لاست ستيب في الريلاكسيشن تريننج، يعني خلاص انا عملت كل التكنيكس اللي قبل كده، هو ده اخر مرحله، وانا بعلمها لها او يعني بخلي الست دي تعملها في ايه، في الشهر الاخير من الحمل، يعني في الشهر التاسع. تمام. يبقى تاني هو بيقول لك البيزد ايديا ان هو الطيب بتاعت التريننج تكنيك ده، او التريننج ده يعني عموما، ان انا عملت ايه، عملت كونتراكشن او ستيمولس للايه، اليوتراين ماسل اللي هي اصلا انفولنتري ماسل، عن طريق ان انا شغلت عضلات تانية فولنتري ماسلز اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الهاند جريب بس. تمام. وبستخدمه امتى، بستخدمه اللاست ستيب خالص في الريلاكسيشن تريننج، وبعلمه للست دي في اللاست مانث اوف ذا بريجننسي. كده هكون خلصت السكشن، اتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا فهمتوا مني. لو في اي حد وقع منه اي حاجه في النص وانا بشرح، اكيد يقدر يتواصل معايا وان شاء الله اساعده فيها. وان شاء الله باذن الله هبعت لكم فيديوهات لكل تكنيك من التكنيكات دي، هبعتها لكم على الانونس بتاع نجاح، وان شاء الله بشوفوها، يعني هتساعدكم على التخيل اكتر من يعني هتساعدكم، هتشوفوها بقى قدامكم اكتر من ان انتوا تتخيلوا. نختم بقى بالدعاء ده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وشكرا.